ماتش نجم نعيشوها. ان شاء الله المنتخب يفرحنا، ان شاء الله المنتخب معناتها يمشي لبعيد. احنا نقولوا لوبجيكتيف نصف نهائي، نحكي على نصف نهائي ومن بعد يا منعش يحل الحل ربي ان شاء الله نتعدي بالدور الاول ثم نهائي ربع نهائي. انا سالت سؤال فيصل شعبان، قلت هل اصبحت نصور كارتاج جاهزه لخوض غمار كاس الامم الافريقيه؟ لانه اليوم حتى البارح في الفورام كان عنديو في معنى الرياكسيون تاع الناس كي نحكيو معاهم، فما كانت ما فماش تفاؤل كبير تحكي معاه تقول له حتى ميساج يقول لك لا انا مانيش متفائل الحقيقه وكذا، نحب نغيروا شويه. كم شنو الميساج نجم نعطيوه للملاعبيه اللي طار الفني؟ لانه كان راهو رانديفو اخر مغاير لكل التظاهرات المسابقات الاخرى. شوف باش ما نكونوش متشائمين وما نكونوش زاد متفائلين برشا، نكونوا واقعيين. المباريات الوديه راهي معموله باش نصلحوا اخطائنا، معناها في الكوره معناها بلا مباريات الوديه مهمه جدا. وكيما كان يحكي الناصر فما دي سيكل نتاع بريباراسيون، تو عندك لاعبين جاهزيه البدنيه مختلفه من لاعب الى اخر، فراهو ماهوش ساهل راهو باش تخلط لاعبين لجاهزيه بدنيه لنقطه بدنيه معينه، راهي خدمه نتاع ايام واسابيع ومش سهله الامور. فالناس ما تستسهلش هالمواضيع هذيا. لكن خلينا نقولوا حاجه مهمه جدا، المنتخب التونسي ما رتحناش، ما يريحش المنتخب التونسي، معناها بكل صراحه في السنوات الاخيره فماشك الانتظام، فماشك الفريق اللي معناها تعمل عليه كل مباراه يدك على قلبك كما يقولوا التونس. كي قلت لك مقبليك قلت لك المنتخب التونسي اول منافس ليه هو نفسه لانه عنده انتام دي ماتش ديما يدخل مخر ديما هو يلزمنا نعدلوا بين الشوطين، معناها اغلب المباريات ما مشيناش كما يجب في بدايتها، ما تخليناش بقوتنا جدا. معنا خمسة وستة مدرب رئيسي وأربعة خمسة مساعدين، هذيك المشكل، هذيك المشكل. ثانيا فما اعتبارات يلزمنا نقراو لها حسابهم. تو المرة الأخرى يحكيوا على ملعب رادس والأرضية اللي مش جاهزة، سيديكم ماشيين الكوروغو هذيا، الكوروغو هذيا في على الحدود معناها مع بوركينا فاسو ومالي، معناها الجماهير المالية مش تكون موجودة أكثر من الجماهير الإيفوارية ذات نفسها، معناها هذيا باش نقراو لها حسابه في دوزيام ماتش. ثاني حاجه ذي كوروغو منطقه سياحيه وعندها حاجه مهمه جدا، فما نوعيه من الرياح والأتربة في الفصل هذه تكون قوية ويلزم الواحد يرد باله منها لأنه التعب يزر حتى على المستوى الصحي والنفسي. فأيضا فما حاجة أخرى، احنا حكينا على ملعب رادس، راهو كوروغو ما بين ثلاثة ملاعب جديدة، هو اسمه ملعب كوليبالي نسبة إلى الوزير الأول السابق اللي توفي عام 2020 متاع الكوت ديفوار. الملعب أرضيته إبريد، معناها ما عندك ما تقول، طب ما عندك ما تقول، ما عندك مش عندك العصب الطبيعي والألياف الاصطناعية وأحسن ما فما في العالم، معناها موجودة هذه النوعية هذه، معناها فهمت. فبالتالي احنا تو محطوطين في ظروف نعرفوها جيدا ويلزمنا نتحملوا مسؤولياتنا، ويلزم اللاعبين يعطيوا أقصى ما عندهم، ويلزم المدرب يقرأ المنافسين جيدا ولا يخطئ، ولا خاصة يخطئ في 45 دقيقة الأولى، لأنه تعبنا من اللي يخطئوا في قراءة المنتخبات ورسي بعد معناها ندخلوا مخر للماتش ويصير ما يصير. يوجه رسالة تحميل المسؤولية، راه والله مهم جدا الكلام اللي يحكي فيه على مسؤولية تحميل المسؤولية، لأنه بالحق احنا كما قال لك تعبنا. باقي باش نرجع شوية نشوف الريتروفيزور كالعادة، نعيما نلقاو في الكوب دي موند كوم عملنا بريستاسيون باهية، أوكي ما تعديناش ولكن عملنا ماتش محترم كونتر الدنمارك، كونتر منتخب فرنسا، أستراليا، معناها كيف كيف. لكن اليوم بالحق الكان موعد آخر، نعرف المعزة الكبيرة للكان دونك ما فماش رحمة مع الكان. هاي حاضرين توا للكان احنا توا نعيمة ولا لا؟ شوفوا مش انا باش نقول انه نحن حاضرين ولا لا، لكن الحاضرين الملاعبية هما اللي يقولوا نحن حاضرين، جلال قادري كيف كيف، ولوسيس تعرفهم انهم حاضرين ولا لا، يعني بدنيا ذهنيا مش الحداشة كهو البارح نسمع في الحدادي يعمل راو الناس تيتولير اللي مش تيتولير اللي مش باش يلعب اللي اورليس، معناها ال 27 اللي تهزهم الكلهم راو لحمة واحدة، وذالي ذولي شفنا انه في الفيستير الكلها معناها لحمة واحدة، متحس شنو فما ملاعبيه روتيري ولا مع بعضهم يعني الكل. هذه هي الحاجه الباهيه للمونتاليتي، شو وقت اللي تمشي بالسير زاد نظيفه وباهيه والناس الكل عندهم مصلحه واحده، وقتها تنجم كما نقولوا نحن عندك 50% انك تبدا مطمئن على المنتخب، وهذه هي الحاجات اللي يلزم ما يمشي بها. للاسف انه المنتخب دي مومو يعيشك هكا في التوب وتعاود حتى الجماهير ترجع وتشري المري في البطوله العربيه شفناه معناها صحيح.
ماكلي هذا هو يعيشك برشا حاجات مزيانه ومن بعد بف يعاودوا نرجعوا من اول وجديد ربلوت. هذه هي الخايبه، ما قعدناش في كما نقولوا نحن ستابيليتي معينه اللي تخلي ديما الجماهير مع المنتخب، نعاودوا نرجعوا نلبسوا التيشيرت نتاع الجمعيات نتاعنا وكذا وكذا. هذه هي الحاجه الخايبه نتاع المنتخب. منتخب توا في كوب دافريكا هذا يلزم يرجع الجماهير التونسيه انها لابور نتاعها يكون كبير مع المنتخب، هذا هو فهمي. تو انا شفت سبوت الحقيقه، سبوت مزيان برشا نتاع المنتخب المصري لانه اللي صاير في المنتخب المصري تقريبا هو اللي صاير في مع المنتخب التونسي. الجماهير المصريه ما كانتش على غير العاده لانه الجماهير المصريه كانت لحد النخاع مع المنتخب المصري، لكن السنوات الاخيره الحقيقه رجعوا الجماهير هي جماهير رغم اللي عمل الفينال في الزمالك هذا هو يعني شوف وقت اللي ترجع نتاع جماهير انديه هذيك الحاجه الخايبه خاصه في مصر حق، لانه شفناها 2006 انا شفتها انا غادره في مصر ما عندكش فكره راه ما عندكش ما تسمعش كلمه الاهلي، ما تسمعش كلمه الزمالك، ما تسمعش الاسماعيلي، ما تسمعهمش الكلام هذا، تسمع كان مصر 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 ام الدنيا، هذا هو اللي تسمع. وقت اللي تشوف سبوت هذيك تفهم انه توا المصريين شنو هو العقليه اللي يلزموا يحب يرجعوها، يرجعوا الجماهير جماهير منتخبهم، هذا هو جماهير المنتخب نتاعهم. فما فما معتبرك حسب احصائيات اوبتا اللي هي المختص الاول في الإحصائيات في في عالم كرة القدم، تونس حظوظها الفوز باللقب يعني 6.3 6.3 اي الاولى هي السنغال مرشحه ب 12.8 12.8 لكن نبقاو في تونس. تونس على مستوى المجموعه باش تكون اولى في المجموعه حسب هالإحصائيات 41.7 باش تكون الاولى متاع مجموعتها. باش تكون الثانية متاع المجموعة بنسبة 28.6 مش تكون رابعة ومعنية تخرج نسبة 11% لا الرابعة نحكي على مستوى اي 11% ووقتها تخرج نسب المئوية النسب المئوية في المجموعة هذه كلها لمصلحة تونس، معناها وزيد منطق النقاد ومنطق الكرة يقول لي تونس ومالي تونس ومالي ومش تعدية تونس ومالي هما اللي أكثر حظوظا يبقى التنافس ممكن يبقى التنافس. أما في المرشحين لنيل اللقب من الثمانية اللي يحكيوا عليهم اللي هما الناس كل معناها ترشحهم من اللقب تونس تجي ثامنة اي باش نحكي عليهم ديجا موجودة لا معناها صحيح هي عندها 6.3 بعد عنا باش نحكيوا عليه موضوع تقرير كامل ديجا حاضر على المنتخبات كما قول المرشحين لان اللقب الافريقي حكيت نعيمة قبيلة على المرايا والدوك في مصر كل واحد يرجع يلبس مريول نتاعو. منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم عملوا صورة جماعية كل واحد لابس المريول نتاع الكيفة نتاعو عملوها في هولندا في هولندا اي معناها تصور حتى في فرنسا زاد المنتخب الفرنسي عملها اخر مره ليه المنتخب الفرنسي تفكر وقتها حتى جيرو ما لقاولوش ليكيب اللي بدا فيها ما لقاولوش قالوا وين المريول هما منتخب الكونغو الديمقراطيه عملوها بمريول الجمعيات اللي رابوا فيهم تو اي تو نحكي لك هولندا عملوها بالمريول تاع الجمعيات اللي بداو بهم اي نحكي لك تو ليكيب دي فرونس انا عجبتني المريول اللي بداو بهم يا لا لعبوا حلوه برشا فما شكون حلوه برشا لازم نعملوها في تونس احنا اي علاش ليه شنو النجم في تونس حرب اهليه النجم كل ملاعب يلبس المريول تاعو ما هو منين بداو فهمتي معناها فما اللي يبدا من منو فما اللي يبدا مش يمينه فما اللي شوف نحن لا نحن مستحيل شوف هي 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 الصوره التصوير عاملكم على سبور باي دي ان اف ام اي هو في الاصل الاصل في الشيء الصوره المعنيه الرسميه لابد ان تكون بزي المنتخب زي البلد ما فيش لا لكن التصويره هذه انا بالنسبه لي مهمه جدا عليه خاطر الكره راهو بلا انديه ما عندكش منتخب وحبك لبلادك وحبك للرأي الوطنية يبدأ بحبك لداركم وحبك لحومتك وحبك الحيك وحبك لبلادك فبالتالي الوطن والحومة والدار راهو من غادي بدايت كيما الكورة الكورة راهي بدايت في الجمعيات نعطيها قيمتها فبالتالي الصورة حلوة وانا حبيت نقول زادة حلوة الرمزية سمعني الملاعب هذاك كيما بدايش في جمعية فما بعض منه تقا يبدأ في جمعية ناشئة مش معروفة صحيح على الأقل الجمعية ذيك يرجع لها حق والملاعب هذا وين وصل اليوم وصل لك ناسيونال ماشي الكان ماشي ما تفهم اهميه زاده نتاع الرمزيه نتاع الفريق تشجيع التكوين في الجمعيه صحيح عندها عندها رمزيه كبيره التصويره ما نصورهاش انا من فراغ وقت اللي تاخذها في العمق نتاعها الحق نعتبرها ايجابيه خاطر فيها صور جات في تونس ناصر لا لا تنجم تصورها لا لا شو يا اخي احنا وحوش ولا وحوش ولا كواسر احنا لا 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 اسمع على بعض الناس اللي ما عندهمش احنا قلنا الصوره الرسميه هذه كلام ما فيها
فماش فيها لعب. لكن صورة مثل هذه تعمل 66 كيف اللي يحب الترجي يرقاها، واللي يحب القروان يرقاها، واللي يحب سيدي بوزيد يرقاها، واللي يحب نابل يرقاها، واللي يحب صفاقس يرقاها، واللي يحب بنزرت يرقاها، للناس الكل جزء منهم موجود. انت منتخبك وقتها نجح، نجح عام 78 تعرفش عليه نجح عليه. لانه الشتالي وبن عثمان كانوا افضل وزراء معناها نتاع فاهمين النفسيه التونسيه. عندك لاعبين من نادي الافريقي ومن الترجي ومن حمام لمف ومن سك الحديد صفاقسي ومن القيروان ومن المهديه ومن خارج الوطن ومن نجم الرياضي الساحلي ومن نادي الرياضي صفاقسي. وقت اللي المنتخب تحسوا كل انسان في البلاد عنده جزء فيه، حاجة تعمل 66 كيف. ما زالت هي هكا كل مره نعطيه حاجه لمحه على اللي كان، لانه بالحق اليوم تو باش تبدا الاخبار ديما متواجده بطبيعه. يلا بعد شويه باش نحكيوا على المجموعه السادسه، باش نحكيوا على منتخب المغرب وسود الاطلس بقياده الركراكي جاهزون لرفع تحدياتهم ووصل التحقيق المفاجئات. وبطبيعه اليوم نختموا تقديمنا لمجموعات كاس الامم الافريقيه. صباح الخير تونس.